المرة اللي فاتت اتكلمنا على المقاومات، النهاردة هنتكلم ازاي هنعرف نقيس قيمة المقاومة، وازاي نعرف لو جالنا كود الوان على المقاومة ازاي هنعرف نحسبه عشان نجيب قيمة المقاومة، ولو في كلام مكتوب على المقاومة نعرف ازاي نجيب ايه قيمة المقاومة. اول حاجة هنتكلم عنها لو في كود مكتوب على المقاومة، مثلا لو في كود مكتوب كده خلاص 1R5، المقاومة دي قيمتها كام؟ هنزل الواحد زي ما هو، والار ديت تنزل علامة عشرية، ونزل الخمس زي ما هي، وما دام دي ار يبقى الوحدة ايه؟ او. خلاص؟ طيب لو كانت كده 1K5 وقيمتها كام؟ نزل الواحد زي ما هو، الكيلو علامة عشرية، ونزل الايه؟ الخمس زي ما هي، تبقى بس الوحدة ايه؟ كيلو او. طيب لو كانت 1M5 نفس الكلام، نزل الواحد زي ما هو، علامة عشرية، نزل الخمس زي ما هي، الأميجا ايه؟ ومنتهى الصعوبة دي سهلة خالص. نيجي بعد كده نخش لو جالنا كود ألوان أحسبه ازاي؟ احنا عندنا المقاومات في كود الألوان أنواع مختلفة، في الفور باند وفي الفايف باند وفي السكس باند، تمام؟ يعني ايه؟ يعني أربع أقسام، يعني ممكن ألاقي مقاومة اللي هي المقاومة الكربونية بلاقيها كده، خلاص ده لون وده ايه لون وده لون وده ايه لون. لو كانت المقاومه اربع الوان اربع بان، هيبقى اول رقمين او اول لونين بايه؟ برقم. يبقى اول لونين بايه؟ برقم. اللون الثالث هيبقى عدد الاصفار، نمبر اوف زيروز، عدد الايه؟ الاصفار. طب اللون الرابع التوليرانس، يعني ايه توليرانس؟ توليرانس يعني نسبة الفقر، نسبة الايه؟ الفقر. يبقى نمبر ده يعني ايه؟ رقم، ده عدد الايه؟ الاصفار. طب التوليرانس يعني ايه؟ الفقر. يعني ايه الفقد؟ يعني المقاومه ديت لما وهي بتتصنع، بتتصنع احنا قلنا المقاومه عباره عن سبيكه من ماده موصله وماده ايه؟ عازله. لازم يحصل نسبه فقد في الايه؟ في قيمه المقاومه باستمرار التخزين، لما بتخزنها فتره بيحصل قيمه ايه؟ بيحصل ان قيمتها بتقل، زائد ان نتيجه الخلط ده بيحصل حاجه اسمها التولرانس، نسبه الفقد، او قيمه المقاومه بتتراوح من قيمه اقل قيمه اللي هي المينيمم فاليو وماكسيمم ايه فاليو. يعني مثلا لو جبت مقاومه 1 كيلو ونسبه الفقد مثلا 5%، خلاص يبقى المقاومه دي هتتراوح قيمتها من كام لكام؟ 1000، 5% من 1000 كام؟ 100 اوم، المقاومه دي 100 اوم، خلاص؟ وال 5% 5% من ال 100 كام؟ يعني 5. يبقى قيمة المقاومة هتروح من كام؟ من 95 اوم لكام؟ ل 100 ل 105 ايه؟ اوم. بنقص 5 وازود ايه؟ 5، عشان كده بنقول على التولرانس زائد ناقص، يعني بزود مرة التولرانس وبقلل مرة الايه؟ التولرانس، يبقى قيمة المقاومة تتراوح من 95 لايه؟ ل 105. تعالى نشوف مثال. طب ازاي هعرف الالوان؟ هنحفظ الجملة اللي هكتبها على السبورة دلوقتي وهنعرف منها الايه؟ الألوان. الجملة اللي هكتبها على السبورة دي اسمها ايه؟ سنحرس خزن ماذا؟ سنحرس خزن
ماب خلاص. كل حرف من دول هو الحرف الثاني من كل لون. كل حرف من دول هو ايه؟ الحرف الثاني من كل ايه؟ من كل لون. السين اسود. ان انجلش بلاك. النون بني. براون. الراء برتقالي. اورنج. صاد اصفر. يلو. الخاء اخضر. جرين. الزال ازرق. بلو. النون بنفسجي. نعم بيرد. باي. الميم رمادي. جراي. الب ابيض. واي. طيب لو جت ارقام بقى، احنا قلنا اول لونين بايه؟ برقم. الاسود بكام؟ عوض عنه بكام؟ زيرو. البني الاحمر البرتقالي اليلو الجرين بلو فايلوت جراي الوايت ده اللي هو الايه؟ نمبرز. طيب عدد الاصفار لو جالك اسود في اللون الثالث مش هحط حاجه، سيبها ايه فاضي مش هحط حاجه. لو جه واحد صفر. ريد صفرين. اورنج ثلاثة. يلو أربعة اصفار. جرين خمسة. بلو فاهمين يعني بحط اصفار؟ بحط اصفار يعني كأني بضرب، يعني بدل ما اقول لك اضرب مثلا ايه لو جالك براون اضرب في 10، فبدل ما اقول لك اضرب في 10 بقول لك حط صفر زود صفر. ماشي يبقى 22 في 10 هيبقى 22 وصفر يبقى 220 صح ولا لا؟ بدل ما اقول لك اضرب في اضرب في كذا فانا بختصر معاك الوقت، بقول لك حط جنبها كذا صفر. انت فاهمني؟ البايوت 7. الجراي الرمادي 8. الوايت 9. طيب التولرانس بقى، التولرانس انا هقول الشائع، انما في جدول او في ممكن تخش على جوجل ستور بتاع الابلكيشن وتنزل من عليه برنامج اسمه ايه؟ ريزيستور كلر كود. خلاص هتنزله عليه بقى كل الاكواد وعليه كل الايه؟ تحط الالوان اللي انت عاوزها. طيب تحط الالوان والتولرانس هيديك الايه؟ قيمه الايه؟ النتيجه. اديك قيمه المقاومه يعني. طيب انا هتكلم على الشائع، لو جالك اللون اللي هو بتاع التولرانس يبقى انا هتكلم على الايه؟ على التوليرانس. لو جالك ريد تحط كام؟ زائد او ناقص 2%. لو جالك ريد هتحط ايه؟ زائد او ناقص ايه؟ 2%. طب لو جالك سيلفر، سيلفر يعني ايه؟ فضي. الذهب في الحياه الفضه في الحياه العاديه ايه؟ رخيص. هنا ايه؟
غالي، يبقى زائد او ناقص كام؟ 10%. طب لو جالك جولد، الجولد في الحياة العادية ايه؟ غالي، هنا رخيص، زائد او ناقص كام؟ 5%. طب لو ما جالكش لون؟ ب 20. ده احنا بنسميها على الايه؟ الستاندرد. ستاندرد يعني ايه؟ يعني ما فيش لون، يبقى زائد او ناقص ايه؟ 20%. ناخد مثال، مثال عندنا مقاومه بالشكل ده. اللون الاولاني منها كان جرين، اللون الثاني كان يلو، اللون الثالث كان ريد، اللون الرابع كان ريد. احسب المقاومه دي قيمتها كام. تعال نشوف للجدول. احنا قلنا اول لونين بايه؟ برقم. اول لون عندنا ايه؟ جرين، نحط رقم كام؟ 5. تاني لون ايه؟ اليلو، 4. ثالث لون ايه؟ ريد، 2. نحط كام صفر؟ اللي قلنا ثالث لون بعد الايه؟ الاصفر، احط كام صفر؟ 2. طيب اللون الاخراني ريد، يبقى زائد او ناقص كام؟ 2%. طب عاوز احسب التولرانس، هاخد القيمه دي اضربها في مره 2% ومره ثانيه في ناقص 2%. هعملها لك بس ايه؟ مع حاجه ثانيه تكون اوضح شويه. تيجي نعملها على دي وخلاص؟ عشان انا حاسبه بقى 5 4 0 0 اضربها في كام؟ في 2 على 100. الصفر ده يروح مع الصفر ده، الصفر ده على الصفر ده، 2 في 54 بكام؟ 108. يبقى مره هزود 108 على الرقم ده، يبقى هاخد الرقم ده اجمعه مره على ديت واطرحه مره ايه؟ منه. خلاص؟ فاهمين انا بقول ايه؟ يعني هاخد الرقم ده اطرحه مره، اجمعه مره على 5400 واطرحه مره من الايه؟ من 5400 ايه؟ خلي بالك انا نسيت الوحده، الوحده هنا ايه؟ او. هعملها لكم في واحده تكون ايه؟ سهله نجيبها بسرعه يعني. ناخد مثال تاني. عندنا مقاومة بالشكل ده، أول لون براون، بعد كده بلاك، بعد كده ريد، بعد كده جولد. احسب قيمة المقاومة دي. البراون قلنا أول لونين برقم، براون بكام؟ 1. عوض عنه بإيه؟ برقم 1. البلاك 0. الريد عدد ثالث لون بعد الأصفار بصفرين، نحط هنا كام؟ صفرين. الجولد بقى زائد او ناقص كام؟ 5%. ايه؟ اوه. تعالى بقى نحسب التولرنس. 1000 في 5 على 100، دي مع دي ودي مع دي، بتطلع بكام؟ ب 50 اوم. اذا قيمة المقاومة دي تتراوح ما بين 1000 لما اطرح منها 50 تبقى 950 اوم الى كام؟ 1050 ايه؟ اوم. ده التولرنس.
طب دي لو كانت المقاومه ايه 4 باند، يبقى المقاومه اللي انا بتكلم عنها ديت ايه اللي هي 4 باند، احنا بنعملها ايه 4 باند. طب في 5 باند؟ اه في 6 في 7 كمان. نخش بقى على الايه على ال 5 باند. هو لو ثلاثة هيبقى اللون الرابع استنبر. تعال نشوف الايه الفايف باند. الفايف باند اول ثلاث الوان برقم، اول ثلاث الوان بايه؟ برقم. المفروض بقى من كتر ما انت هتشتغل هتعرف ايه بمجرد النظر على طول، يعني تبقى عارف بقى. يعني المقاومه اللي تبدا ببراون ممكن تبقى ايه؟ واحد. تبقى 100 اوم، 1 كيلو، 10 كيلو، 100 كيلو، تبقى انت فاهم بقى، فاهمني؟ على حسب بقى اللون اللي بعده واللون اللي بعده. اللون الثالث ده اللي هو النمبر اوف ايه؟ زيرو. اللون الرابع اللي هو الايه؟ اللون الخامس اللي هو الايه؟ تولرانس. نيجي بقى نشوف كده ان ايه؟ نعمل واحدة. هنقول اللون الأولاني بايل جراي خلاص بلو. اللون الرابع سيلفر، سوري اللون الرابع يبقى هنخليه بلاك. اللون الرابع ايه؟ بلاك. اللون الخامس ايه؟ سيلفر. حل دي ازاي بقى؟ اول ثلاث الوان بايه؟ برقم. اول لون اللي هو الايه؟ الفايلوت. الفايلوت بكام؟ سبعة. ثاني لون الجراي. الجراي اللي هو الايه؟ الرمادي. بكام؟ 8. ثالث لون البلو. البلو بكام؟ 6. ثاني الازرق 6. رابع لون البلاك. البلاك هعوض عنه بعدد الاصفار. مفيش، يبقى مش هحط حاجه، نعمل شرطه كده. طب السيلفر زائد او ناقص كام؟ تعرف تجيب بقى ال يبقى المقاومه دي قيمتها كام؟ 786 ايه؟ اوم زائد او ناقص 10 في الايه؟ في المية. تعرف تجيب التولرانس؟ ده حاسبه بقى تمتنح لايه؟ 78.6. ايه دي 78 ايه؟ لا 78 و 16 وهنزودهم على الرقم الاساسي. 78 و 16. اه تضرب بقى اي في 10 على 100. ماشي تمام خلاص. في حاجه صعبه ديت؟ طيب في 6 باند. اه في 6 باند. طب ايه اللي هيفرق ال 5 عن ال 6؟ ال 6 باند بيبقى فيه معامل لدرجه الحراره. اللون رقم 6 بيبقى معامل ايه؟ درجة الحرارة. يبقى السكس باند أول ثلاث ألوان بأرقام، اللون الرابع بعدد الايه؟ الأصفار، اللون الخامس بتولرانس، اللون السادس اللي هو معامل درجة الحرارة. طيب في 7 باند؟ اه. في 7 ألوان أول ثلاث ألوان بإيه؟ بأرقام، اللون الرابع عدد الأصفار، اللون الخامس التولرانس، اللون السادس معامل درجة الحرارة، اللون السادس واللون السابع معامل ايه؟ معامل الضغط. خلاص؟ واللي هي السيفن باند ديت بيسموها المقاومة العسكرية الميليتري ايه؟ ريزيستنس. المقاومة دي بتستخدم في تصنيع الغواصات والايه؟ والطيارات. طبعا دي مش أي حد بيصنعها، بتصنع في المصانع العسكرية بس. وطبعا مش موجودة عندنا، بتبقى في أمريكا وفي الايه؟ وفي روسيا في الدول دي. لان انت لما تيجي تستخدم طياره بيبقى مطلوب بضغط معين للطياره، فاهمني؟
بتيجي تعمل تصنع غواصه مطلوب ان انت هتركب فيها اجهزه الكترونيه تستحمل ضغط معين، تمام؟ مش انت مش حاططها في درجه الحراره العاديه او في درجه حراره الغرفه، فلازم يبقى في ضغط ايه؟ ضغط معين، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لل ودايما الميلتري ريزيستنس بتبدا باللون الابيض، دايما تبدا باللون ايه؟ باللون الابيض، بتستخدم في الغواصات وفي الايه؟ وفي الطيارات. كده احنا خلصنا ازاي لو في كود، وازاي لو في مجموعه من الالوان كود الوان، وعاوزين نعرف ازاي نقيسها بالافو. هنقيسها بالافو ازاي؟ عشان تقيس قيمه المقاومه بالافو، اول حاجه انت عندك الافو ميتر خلاص في تدريج، هتختار تدريج الاوم الايه؟ تلاقي العلامه دي موجوده، تختار تدريج الايه؟ الأوم. تدريج الاوم. في مشكله بقى هنا المدى بتاعك، يعني التدريج اللي عندك، يعني انت مثلا اخترت تدريج الاوم طلع من هنا لغايه كده مثلا، تمام؟ ده تدريج خلاص بادئ معاك مثلا يعني 1 كيلو 20 كيلو 200 كيلو 1 ميجا 10 ميجا 100 ميجا مثلا يعني. لو انت بتقيس قيمة المقاومة خلاص، وقيمة المقاومة دي طلعت كام؟ 500 اوم مثلا. طبعا التدريج في حاجات تانية، في 20 وفي 100 وهكذا. لو انت قست ال 500 وعامل المدى بتاعك على 20، هيشوفه ال 500 مش هيشوفه. فانت وانت شغال لو الجهاز ما استجابش معاك او اداك اوبن لوب او ايش كده، تعرف ان المدى بتاعك ايه؟ المدى بتاعك ما بركته، المدى بتاعك مش ايه؟ مش مظبوط. هتلاقي التدريج بتاعك ايه؟ المدى بتاعك مش هيجيب الايه؟ القيمه. فانا معلم الايه؟ اعلي المؤشر، ازود المؤشر، اخليه على كام؟ المؤشر زودته على 1 كيلو، لما زود على 1 كيلو هتشوف مين؟ 500 ايه؟ دي طرق القياس بتاعت الايه؟ الثلاث مقاومات. ماشي، وقف.